ده ملخصا كده الموضوع. اتفضل. بص يا ريس، ارتفاع الاسعار بدا في مصر نقول اعتبارا من شهر 12 بدا. هو طبعا كل سنه في ارتفاع اسعار، بس الارتفاع الغير مبرر من شهر ديسمبر اللي فات، يعني انت في 4 شهور الاسعار كلها بتطلع. ما هياش اسعار الطماطم زي ما اخونا الحاج صلاح قال، ولا اسعار حاجه، اسعار جميع السلع. ده يرجع لعده اشياء. واحد، السياسه الخاطئه اللي اتخذها البنك المركزي في عدم وجود الدولار. الدولار وصل في بعض الأحيان يا سيد الفاضل النهاردة ما يقارب 8 جنيه. طب ال 8 جنيه السلع اللي جاية من بره هتزيد التكلفة بتاعتها. 8 جنيه مفيش دولار في السوق السوداء خلاص. ده كلام بيتقال يا باشا. يعني انت تعرف تنزل تشتري دولار في السوق السوداء؟ لا، واعرف اقول له كمان ابعت لي ما هو في حته بقى هنا على السمع عشان نشرحها كده للكل. انا في بستورد، مصر بتستورد بموجب ايه يا فندم؟ اعتماد مستند. مش كده؟ طب جميع الجمال اللي جايه من السودان جايه من غير اعتمادات، يقول لحضرتك ده الجمال جت ودخلت، دفعته فين؟ انا سلمته بره. سلمته بره ازاي؟ انا بديك مثل محدد، جميع الجمال اللي موجوده في سوق البراجيل اللي جايه من درب الاربعين من السودان كلها داخله بدون اي اعتماد مستندي مفتوح في اي بنك. السؤال، صاحب الجمال الحاج اللي هناك بتاع الجمال خد الفلوس بتاعته عن طريق ايه؟ سؤال ولا ده ما يتسالش؟ سؤال يتسال. خدها بالمصري. منين؟ خدها خرجها ازاي وهو خارج؟ مش وانا خارج سعادتك بيقولوا له الحاج كده ربنا يوفقك في الفلوس؟ ولا الكلام ده غلط؟ مش كده؟ ده واحد. انا دي امثله موجوده. طب اتنين، طب هنقول الجرجير اللي بيتزرع هنا ايه علاقته بالدولار اللي زاد؟ احنا عندنا ثقافه اللي هو ايه؟ اللي بره غلي يقول لك طب ما انا اللي بره ده هشتريه غالي، لازم ازود الغلو اللي عليا. دي واحد. اتنين، عدم وجود رقابه في الاسواق نهائي. ثلاثة، عدم وجود يعني قوانين. معلش ثانية، ايه رقابة في الأسواق؟ يعني أنا أقدر النهاردة أقدر أروح للحاج صلاح أقول له أنت بتبيع الطماطم بخمسة ولا بعشرة ولا بخمسين ليه؟ مش تمام. لا، ما هي دي المشكلة بقى اللي احنا واقعين فيها. والسيادة اللي هو يسمح لي، واحنا قعدنا قبل كده، ده أولا راجل صديق وصاحب، قعدنا قبل كده اتكلمنا بدي. بص يا فندم، دول العالم كلها فيها حاجة اسمها جمعيات المجتمع الأهلي. أنت عندك هنا مجموعة من الجمعيات تقارب ال 20-25 جمعية. لا، وصلنا اللي معانا دلوقتي 64. 64 جمعية اللي هي حماية المستهلك وكذا وضد الغلاء وضد فريد شوقي والكلام ده كله، كلام كويس. الناس دي معاها إيه؟ إيه اللي في إيده؟ أنا هروح أشتكي له إن الحاج صلاح بيستغل وبيرفع الأسعار بتاعته. هقعد معاه هيسقيني واحد قهوه ويطبطب عليا يقول لي ربنا يخليك. ايه اللي في ايده؟ لازم اعمل له حاجه في القانون تكون عقوبات مجتمعيه رادعه. ايه العقوبات دي من وجهه نظرنا اللي نخلص الليله فيها دي؟ لازم الراجل اللي هو استغل او باع سلعه مغشوشه او باع سلعه منتهيه الصلاحيه او ملهاش وكيل او سلعه تعبانه او مغشوشه او اي كلام ده، تعالى يا عم ده يتعمل قائمه سوداء للناس دول. قائمه سوداء انا هستفيد ايه لما احط اسمه؟ اولا احط اسمه في جميع وسائل الاعلام، مقروء، مرئي، مسموع، الكتروني، كله. هستفيد ايه؟ لازم يبقى في عقوبه مجتمعيه. واحد، يتحرم هو واولاده وابنائه من اي دعم تموين بياخده لو كان بياخده. اتنين، من اي دعم في التعليم، يعني ولاده اللي في المدارس كذا يطلع بره. في الصحه ما يتعالجش في المدارس دي. ممنوع يدلب اصواته في اي انتخابات، ممنوع يرشح نفسه حتى الانتخابات. مسهل لك الماموريه اهو. علاء عبده هنا بيقول ان صدام حسين اعدم التجار. لا ما نعدمش. لا احنا بص يا باشا، العقوبات المجتمعيه الرادعه دي مين مننا هيرضى ليه هو او مراته او عياله يتحط في قائمه سوداء؟ ممنوع حتى انتخابات ايه؟ مش رئاسه الجمهوريه ومجلس النواب والمحل بس، والنوادي والنقابات وكله ممنوع. يبقى ده حط نفسه في مشكله. ده واحد. يبقى ده شغلانه المجتمع المدني اللي موجود. يجي بقى شغلانه الباشا بتاعنا عاطف باشا يعقوب، حمايه المستهلك. هو بيحميه من ايه يعني؟ السؤال، من الغش، من الاستغلال، من البضاعه الرديئه. طيب، من لو في بضاعه بنستوردها من الصين وليها وكلاء هنا وملهاش مراكز صيانه، مش ده نوع من انواع الغش؟ رساله جايه له بس مهمه قوي. يقول أتمنى توضع حلول الدكتور صلاح على طاولة الرئيس حتى نجد مصداقية هذه الحلول، وإلا نحاكم الدكتور بأنه يخدعنا بكلامه. طب ما الحاكم اللي ما خدش الكلام ده حطه موضع التطبيق، تحاكمنا أنا ليه؟ إذا كنت بقول لك رأي، خده أنت سيادتك طبقه، مش عارف تطبقه، حاكم اللي ما عرفش يطبقه، مش تحاكمنا أنا. يعني أنا لما أقول لحضرتك إن هيئة السلع التموينية للأستاذ نرفز بيقول هيئة السلع التموينية عليها التدخل إنها تقوم بالاستيراد وتقوم بالتوزيع عن طريق الجمعيات التعاونية اللي موجودة النيل والأهرام، وتقوم بالتوزيع في جميع المنافذ اللي موجودة في الوزارات والهيئات والأحياء وخلافه، فتيجي يبقى فاتحين فتيجي تعمل كده فتقول أنت الحكومة بتتدخل. لا، الحكومة شغلتها إنها تراقب وتتدخل برضه. تراقب وتتدخل، لكن طبعا الحكومة بتقال عليها تاجر مش شاطر، والحكومة أصلا تمام يا فندم. يا
يعني وتكون رحتوا عملتوا كشاك الامن الغذائي جايين تعيدوه تاني وتستوردوا وتعملوا. لا يا باشا الحكومه هدي لحضرتك بس مثل عشان احنا ايه، احنا دماغتنا بعيده عن المنطقه يا ريسنا. مصر بتستورد سنويا في حدود 72 73 مليار دولار وليس 60 مليار زي ما وزاره الماليه بتعلن، لان في شيء بيجي متهربات وشيء اسعاره بتيجي اقل. طب بنصدر في حدود 21 22 23 يعني لعبتنا كلها في حدود ال 110. السؤال هل مصر فيها اسطول نقل بحري يقوم بال 110 مليار دولار سنويا؟ بقول لحضرتك لا، بيعتبروا دوت على الاساطيل وبيعتمدوا على المراكب التانية. طب لو انا عملت النهارده الشركه الافضل اللي موجوده للنقل البحري وده عملت الاسطول بتاعها، مش انا وفرت ده؟ حتى النولون لو في غرامات في النولون او خلافه مش انا بدفعها بالمصري بدل ما يبقى ضغط على العمله؟ ده كلام منطقي. لما استورد من دولت انا النهارده يا فندم عاملين اتفاقيه الكوميسا 19 دوله، ال 19 دوله 18 استفادوا ما عدا مصر لم يتم الاستفاده. احنا داخلين على موسم رمضان بنستورد الياميش والشوكولاته والبن مش كده من هناك؟ تمام، بنستورده ومفيش جمارك عليه وتاجر الجمله اللي موجود بيبيعوا لنا بنفس السعر يقول لك ما السنه اللي فاتت كان كذا. طب ما انت جبته بدون جمارك موجود، مفيش. هو ده الرقابه من الحكومه تبقى موجود؟ ده كلام مفصلي. طيب. كون الحكومه تخلت عن الاداره بتاعتها، كون الحكومه تخلت عن الدوره الزراعيه للفلاح، كون الحكومه تخلت عن الجمعيات الزراعيه. وزير التمويل امبارح قال ان الزياده في الاسعار منطقيه. طيب ربنا يوفقه. طبعا الدولار يتحرك، الجنيه ينخفض، الاسعار ترتفع، الدنيا تتلخبط، تروح فين تيجي منين؟ سيادتك بقى انت اللي تقول لنا، فانا يعني انصت لحضرتك يا فندم ربنا يخليك. طيب في جمله بتتقال خاطئه، يتقال الدولار ارتفع. لا حقيقه طيب. الامر الدولار خفض. ما ارتفعش، الجنيه انخفض. ليه؟ طيب. الدولار يتقاس باخواته، دولار يورو استرليني، الجنيه يتقاس باخواته اللي تحت. ما اقدرش اقيس مجات زي الفناجين، ده نمره واحد. طيب. يبقى لما اجي اقول لغويا اقول الجنيه انخفض. طيب. اسباب انخفاض الجنيه مقابل الدولار ايه؟ يبقى انا عليا ضغط على الدولار، باخد دولار كتير، 100 دولار موجودين، الاستاذ محمود عاوز وصلاح عايزه، علي ومحمدين ولمع مش مقضيين مش مقضيين، فكل واحد قاعد عنده البضاعه دي يعلي السعر. تمام كده؟ كويس قوي. في مدرستين، في مدرسه بتقول اللي هي دي مدرسه انا بسميها المدرسه النظريه اللي حافظه ومش واخده بالها من الدنيا. طيب المدرسه النظريه دي بتقول لك ايه؟ والله في حاله انخفاض الجنيه ده شيء كويس قوي، سياحه تجيلك انت رخيص عندك، صادرات تقدر تزودها، ده كلام محترم. الصين اهي شوفها، ده نموذج مع الفرق، ده واحد حافظ مش واخد باله. نقول ان المدرسه الثانيه. طيب انا النهارده مصادر الدولار بتيجي لمصر منين؟ واحد ببيع بترول، اثنين بصدر، ثلاثه قناه السويس، اربعه عاملين بالخارج، عاملين بالخارج. خمسه استثمارات، واحد عربي من بره داخل خواجه ب 100 مليون داخل دولار، داخل ب 100 مليون دولار يحطهم ويستثمرهم. في مجال اخر للدولارات؟ ماليش مجال تاني، مش كده برضو؟ طب نشوف انا بصرف في ايه. لو المجالات اللي جايه دي ادتني دولارات كتيره يبقى كلام محترم. طيب نشوف عندنا المصادر دي نعدها. عاملين بالخارج، النهارده كان في ناس بتعمل في العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي هنا، الدنيا طارت فقللنا. كويس، كان بيجي لحضرتك 10 11 مليون سايح يصرفوا لهم 11 12 مليار جنيه مصري خلال الاربع سنوات الماضيه، ما دخلكش اكتر من 2 2 ونص الحقيقيين، سيبك من بيانات السيد وزير السياحه وخلافه. كنت بصدر بترول وغاز، السعر نزل من 105 بقى 45 فقلت. عندي استثمارات اللي بتيجي من بره ما حدتش بتيجي حاليا، ده كان بيخش لك سنه 2009 2010 اخر حاجه 13 14 مليار دولار. خلال الاربع سنوات دولت لم يدخل مصر استثمار مباشر وغير مباشر سوى 2.5، فانت قلت الليله دي. طب حلو قوي، في ناس في مصر قفلت وخرجت. طبعا قفلوا وخرجوا، لما بيجي خارج ياخد الجنيه الكبير الملون بتاعنا؟ لا، ياخد الدولار لان ده هناك يفهموه. طبعا. ولا غلط؟ طبعا. يبقى ده ضغط على الدولار. طيب السلاح ده لما انا بجيبه بدفع ثمنه بالدولار ولا بالجنيه المصري؟ لا بالدولار. تمام. طبعا في مخدرات في البلد ولا انا فاهم غلط؟ لا الحمد لله فيه. في تاجر المخدرات الخواجه اللي بره اللي بيشتري بيبيع لنا احنا الكلام الفارغ، المخدرات والعجين والمانجو والبانجو والكلام ده، الجنيه بتاع مش كده برضو؟ تمام. اشوف انا بقى بطلع ايه، انا بيجي لي من صادراتي بصدر من 22 ل 23 24 بالكتير قوي مليار دولار في السنه. طيب تمام حلو، بستورد بكام قصاده؟ بكام بقى باخد الرقم الرسمي بتاع الحكومه؟ 60 مليار دولار.
ده اللي طالع من دفاتر الحكومة، تعليق على الدولار موجود. طيب يعني السعر هيزيد؟ اه. نشوف بقى المشهد ده، نحرك كده شوية سنة 2003، الحاج عاطف عبيد والحاج جمال مبارك والحاج احمد عز والناس دول قالوا نعوم الجنيه. حصل. يعني نسيبه. حصل. فساد زاد سعره من 3 جنيه 45 قرش بقى 7 جنيه ونص نط. حصل. طيب نشوف نقلة تاني من نص ديسمبر 2012 لنص يناير 2013 أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين، زاد الدولار وصل لسبعة جنيه، 7 جنيه وربع. طيب حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى من نص إبريل لنص مايو زاد وصل 7 جنيه.